22/10/2013 مدينة الرستم. الله يعطيكم العافية. شلونكم شباب؟ الحمد لله. شايفكم هون عم تشتغلوا مبكر ومعاكم هالعدة هاي، كل شو عم تشتغلوا وشو عم تسووا؟ والله هون يا ابن مستوصف، كان مستوصف جاي هون قذيفة مكتبة هندسة. ايوه جينا نطلع السياق عشان طعمي اهالينا. يعني انتوا عم تشتغلوا بهاي السياق عم تشيلوها؟ وين في جاي قذيفة بتشيلوا السياق؟ ايه عشان طيب ان شاء الله عم تربحوا كثير بالشغل. قديش عم؟ 200 ليرة. 200 ليرة من الصبح للمغرب. اي ساعة طيب بتطلعوا فيها يا عمو؟ من الساعة 6. من الساعة 6 لآخر النهار؟ من الساعة 6 لآخر النهار للمغرب، يا من طالع 200 يا من طالع. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب القصف كل نهار شغال على مدينة الرسام، ليل نهار. طيب منين عم يصير القصف أكثر شيء؟ مكاتبة الهندسة. وهي القذيفة من كاتبة الهندسة؟ ايه مكاتبة الهندسة. طيب شو مستهد فيه حتى عم يجي القصف؟ يعني شايف هذا مستوصف فيه، يعني كان شغال يعني حتى قصف فينه؟ ايه كان شغال. طيب عم بصير قصف، شو بتعملوا انتو؟ عم بصير قصف مروا ونشوف منلم حديد منبيعين عشان طعمي اهلي. وقت القصف بصير انتو وين بتكونوا؟ ما بتخبوا من القصف؟ ما بتخافوا؟ ما بتخبوا، بتدور الله حامينا. بس بتخافوا؟ منخاف ايه، منحسوا كلنا بغرفة. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب انتو بهالوضع هذا هون بالرستن بهالوضع هذا هيك عم تسوي هذا الشغل، شو عم تروحوا المدارس؟ شو عم تدبروا منكم؟ ما في مدارس، تهدمت كلياتها. كمان مدارس ما في؟ خمسة بالمدرسة استشهدوا اولاد صغار. من شو ماتوا هيك يا عمو؟ من قذيفة، قذيفة الهندسة. كمان قصف؟ كمان قصف ايه. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب انتو شو متطلباتكم؟ شو محتاجين؟ ها؟ شو محتاجين؟ متطلباتنا يوقفوا القصف على مدينة الرستم ويسقط بالشارع الأسد. ان شاء الله يا عم، ان شاء الله باخر ايامه يا رب. الله يعطيك العافيه. مدينه الرستم 22/10/2013 ومعاناه اطفال هذه المدينه.